ارتاح ارتاح وصال واصل الكفاح الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تستمر كل يوم ثلاثاء في تنظيم وقفة أمام البرلمان للاستمرار في الاحتجاج على جرائم الكيان الصهيوني وللمطالبة بوقف المجازر التي يرتكبها هذا الكيان المجرم وكذلك للاحتجاج على موقف المنتظم الدولي الذي لم يستطع بعد حوالي 7 أشهر من وقف هذه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان وجرائم العرقية وكذلك الإبادة الجماعية التي يمارسها هذا الكيان في حق الشعب الفلسطيني. جئنا كذلك لنعبر عن مطالبتنا بوقف كافة إشكال التطبيع مع هذا الكيان المجرم الذي يرتكب حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. جئنا كذلك لنطالب وبصوت مرتفع بفتح المعابر ووقف التجويع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ووقف كل أشكال الاعتداءات التي تمس الشعب الفلسطيني في حياته وفي سلامته وفي أرضه وفي جميع ممتلكاته. احنا هنا كذلك من أجل إدانة ديال الإبادة ديال الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، ونحن سنواصل هذه الوقفات وهذه الاحتجاجات وسننوع تدخلاتنا ومواقفنا التضامنية إلى أن يتم انتصار الشعب الفلسطيني في مقاومته البطولية ضد الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يقوم بحرب إبادة على مرأى ومسمع من الجميع ومن المنتظم الدولي، يقوم بهذه الحرب الإبادية مدعما بشكل مباشر من طرف الإمبريالية الأمريكية ومن طرف الإمبريالية الغربية، ومدعما كذلك بالتواطؤ الأنظمة العربية التي لم تحرك ساكنا للتضامن مع الشعب الفلسطيني. نحن هنا كذلك من أجل أن نحيي جميع الشعوب التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني سواء على مستوى المنطقة العربية أو في البلدان الأوروبية وفي أمريكا نفسها. الشعوب تقف اليوم بعد انفضاح الوجه البشيع للصهيونية وللإمبريالية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومعركتنا مستمرة ما دامت معركة الشعب الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين. نحن لا نقبل أن يتم التطبيع مع الكيان الصهيوني في وقت يتم فيه إبادة الشعب الفلسطيني، ولهذا نحن نطالب الدولة المغربية بتوقيف التطبيع الإجرامي مع الكيان الصهيوني الشعب يريد إسقاط التطبيع. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.